نبدأ ساعتنا الثانية مع موضوع يهم الكثير من الأشخاص، وهو عن انتشار ظاهرة الهوس بالمشاهير، وذلك بعد ظهور مواقع التواصل الاجتماعي التي أزالت الفجوة بين الجمهور وخصوصيات المشاهير، وأصبح من السهل تتبع حياة المشاهير بكل وقت وأي مكان وبشكل مستمر. ومن الأعراض المخيفة التي تظهر على الشخص المصاب بهذا الاضطراب هو توقف حياة المهووس بغرض متابعة المشاهير والاندماج أيضا في تفاصيل حياتهم واقتباس صفاتهم وتصرفاتهم. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة الدكتور عمرو يسري، استشاري في الطب النفسي. صباح الخير يا دكتور. في البداية يعني احنا شايفين مؤخرا يمكن مع انتشار مواقع السوشيال ميديا شايفين كثير من الناس على اختلاف أعمارهم يمكن وطبقاتهم الاجتماعية يتعلقوا بالمشاهير، إن كانوا رياضيين، سياسيين، أو حتى بعض الرموز الدينية غير الفنانين وما إلى ذلك. برأيك يعني ما سبب هذا التعلق الشديد اللي ممكن يصل مرات إلى الهوس؟ صباح الخير على حضراتكم والسادة الكرام المشاهدين. هوس ووسواس في بعض الأحيان. نفس دايما المراهقين والشباب في سن مبكر شوية بيبقى نفسهم في مثل أعلى، وما فيش أجمل بالنسبة للشباب من المثل العليا من الناس اللي بيستخدموا حتى المقتنيات اللامعة. وأكتر ناس بتستخدم مقتنيات لامعة في العالم هم المشاهير. المشهور ده اللي هو بنسميه إحنا نجم، نجم يعني بيبقى حاجة shining bright. الأبهات والأمهات عادة بيبقى شكلهم يعني مطفي شوية، مستهلكين في الدنيا بيشتغلوا واحد في الكام ألف اللي ربنا بيكرمه كده وبينور في النص. الولاد دايما بيجروا ورا الناس دول. الحاجة التانية أنه من ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا كده جوانا وإحنا صغيرين بنبتدي يبقى نفسنا نعرف ناس وحوالينا دايرة أصدقاء كبيرة. كلما لو أنا مراهق أو شاب كان عندي أصحاب أكتر كلما حسيت بثقة أعلى في نفسي. فهي القصة دايرة حوالين قد إيه يعرفوا الواحد. طيب أنا لما بأعجب بحد من المشاهير في سن مبكر شوية وبعدين ببتدي أطلع على جزء من حياته وبعدين يجي لي كده طموح لإني نفسي أعيش زيه، القصة دي لما ما بتقفش عند حد معين ملهاش آخر، ببقى عايز أعرف كل تفصيلة من تفاصيل حياته وأقلدها أكني أظنه وهما، لو قلتها هبقى زيه بالظبط. مش بس تسريحة الشعر واللبس اللي بيلبسه يجيب حاجة شبه المقتنيات بتاعته، قلب الساعة شبه ساعته وكذا، ده كمان في سلوكه اليومي. ولذلك بتقع مسؤولية كبيرة قوي حتى على المشاهير في أنهم لما يظهروا ظهور اجتماعي مسؤولية أدبية عليهم. وحتى ساعات الواحد بينصح أهل الأمر كده، يا جماعة الناس المشاهير دول اقعدوا تكلموا معاهم في أنهم سلوكهم يبقى سلوك طيب شوية، لأن كتير من الولاد يمشوا زيهم بيتكلموا زيهم كتير من طبعا قصة السوشيال ميديا اللي حضراتكم تكرمتم وذكرتوها دي سهلت جداً، لأن المشاهير دلوقتي على برامج كتيرة من برامج التواصل الاجتماعي طول ما هم بيتحركوا بيصوروا نفسهم وبيعملوا فيديوز. طيب الناس الفولورز بتوعهم طبعا الفيديوز دي بتبقى هايلي كاتشنج يعني اتراكتيف، شكلها جميل، فتلاقوا الشباب والولاد والبنات لدرجة حتى الأكل اللي بياكلوه بيبقى ظريف قوي لما حد من المشاهير يبقى رياضي مثلا. فاللي بيتمثل بيه أو عايز يبقى زيه يروح يلعب رياضة زيه، إنما ما بيبقاش حلو قوي إن الاتجاه بس يبقى على العلاقات. بقينا بنشوف مؤخرا الانتباه لعلاقات المشاهير، طبعا قصة الباباراتسيز اللي حضراتكم عارفينها أحسن مني دي، إنه فلان عارف مين واتجوز مين وطلق مين وخلف إمتى والساعة كام وبيحب طيب مين دلوقتي ويعرف مين على مراته والكلام اللي هو الغريب اللي بنسمعه ده. طيب يا دكتور، يعني مرحلة التقليد اللي أنت بتتكلم عنها قد تصل إلى حد التقمص، هل هذه مشكلة نفسية؟ هل فيها دوافع نفسية؟ عادي ان انا اكون بتابع مشاهير، لكن مش عادي ان هم يوقفوا حياتي وافضل انا قاعد مركز في حياتهم، هم بيعملوا ايه، كلوا ايه، شربوا ايه، راحوا فين، ما اكلتش الولد دي النهاردة، التفاصيل الدقيقة والعيشة ان انا عايشها معاهم.
ما يصحش، لان الانسان لابد انه يبقى له هويه مستقله. هي الكارثه بتقع لما الواحد بينسى نفسه ويغطس جوه حياه بني ادم تاني ويحاول يبقى زيه بالظبط. هو الانسان الصحيح وهو بيتعلم بيبقى فيه اللي هو learning by imitation، يعني انا بحب حد من المشاهير علشان الصفه دي او الموهبه دي وعايز اثقلها في نفسي فباخدها منه واقلدها، وفلان الاخر باخد منه حاجه تانية وثالثه، لحد اما يبقى لي انا سمه مستقله خاصه بيا انا. انما حضرتك بتتكلمي على مرض الهوس ومرض الوسواس بشخص اخر، اقوم افقد انا احساسي بكياني وكاني اتفكيت من نفسي، ما ببنيش باستقلاليه وما بعرفش انا نفسي عايز ايه، بنسى بدوب في شخص اخر. ولذلك حتى يعني بعض الناس بقى عندها وعي دلوقتي لانهم بيجيبوا لنا اولادهم. اللي بيقعوا في المشكله دي عاده الشباب والمراهقين، ما بيقعش الناس الكبار اللي ابتدوا يحتكوا بالدنيا وحقيقه العالم الماده ويشتغل ويثبت نفسه الى اخره. فبنحاول ننصح دايما انه بدري بدري لو انا انتبهت لان ابني او بنتي ابتدوا يذوبون يدوبوا في حياه شخص اخر وعلى طول ماسكين التليفون مش فاتحين الا ابلكيشنز خاصه بشخص تاني، احاول افرض عليهم الاشتباك مع أنشطة أخرى في الحياة، يعملوا حاجة تانية، وأحاول أوريهم أمثلة ونماذج أخرى. حاجة تانية أنه الكمال لله وحده، ما فيش بني آدم خالي من العيوب، لو كان كده كنا كلنا بقينا عاملين زيه أو نفسنا نعمل زيه. طيب دكتور، قدرة ولادنا على فرز الصالح من الطالح هامة جدا. تفضل. صحيح صحيح، يمكن هذا سؤالي تكملة لنقطتك. يعني احنا ذكرنا بالتحديد الخطر يكون اكبر على المراهقين وصغار السن، احيانا يتابعوا ناس يعني احنا مش حابين انهم يتابعوهم، يكونوا مثلا نماذج سيئة. كيف انا احمي ولدي من هذه النماذج السيئة عشان لا يقتدوا فيها، واوجههم على الاقل قدوات اكثر وعيا او صالحين اكثر؟ شكرا لحضرتك جدا. لا بد من كل أب وكل أم في بيوتهم يبقى ما بينهم وما بين ولادهم جسور من التواصل. يعني أنا بسمع ولادي الأول علشان هما لما يجي دوري يفتحوا ودانهم ويسمعوني. الكلام اللي بيني وبينهم المفروض جزء أصيل منه يبقى في اتجاه إن هما يعرفوا يميزوا يفرزوا ينقوا ينطقوا. ولازم نحسس ولادنا من وهم صغيرين بالثقة في أنفسهم، بطلع أبرز سمة أو طبع أو موهبة هو نجح فيها وشاور له عليها كتير، فدايما ما بيبقى حاسس إنه هو كويس في حاجة، فما يجريش ورا إنه يقلد شخص آخر من أوله لآخره. هي الكارثة في من يصابون بالهوس أو الوسواس بالمشاهير إن ما بيبقاش عندهم إحساس بالذات خالص. كتير مننا ساعات يقع في الغلطة بتاعت الانتقاد المستمر لولاده، بالذات الاهالي البرفكشنستكس اللي هي مثلا تلاقي ام مظبوطه في كل حاجه، عايزه اولادها يلعبوا رياضه ويطلعوا الابطال ويذاكروا ويطلعوا الاوائل الى اخره. الولاد ما بيطلعوش كويسين زي ما احنا فاهمين حتى لو نتائجهم عاليه. الكارثه بتقع في ان الولاد بيحسوا انهم مش نافعين في حاجه، مش حاسين بنفسهم، بالذات لو انا بخلي ولادي يعملوا اللي انا عايزه مش اللي هم عايزينه. وإذ فجأة بيدخل أوضته ويقفل على نفسه ويفتح شاشة تليفون أو كمبيوتر ويقعد يتابع حياة حد تاني ينبهر بيه ويتمنى أن يكون مثله. والأصح والأهم طيب من أن ولادي يطلعوا الأوائل في كل حاجة أن ثقتهم في نفسهم تبقى عالية. طيب شكرا جزيلا لك دكتور عمرو يوسف استشاري في الطب النفسي على هذه النصائح، وخاصة المراهقين هم أكثر عرضة لهذا الموضوع هوس المشاهير. شكرا جزيلا لك.